ويستحب للخطيب أحيانا أن يقول بعد أما بعد إن خير الحديث، كما عند مسلم من حديث جابر ابن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويصح بعثت أنا والساعة كهاتين منصوب على المفعولية لأجله، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي وتضبط الهدى، وخير الهدى هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة.